اسعار لا الرصيد صحيح، سليم. مفيش استغلال. هنبتدي قلبنا التوزيع من قاعده للهرم. ما عادش في عندي تاجر. وعملت بقى ديل كويس قوي مع اللي هو فتح الله المساعد وزير الداخليه بتاع مباحث التمويل. قلت له اذا سمحت عايز محاضر بكل تعمل لهم، عايز كشف قضايا. ليه؟ لو تخزين كان لو اخفاء كان اخفاء لو سلعه كان لا لو كان موزع للشرقيه اتفقت معاني بيه هنمنع عنه الحصه. اللي يخبي او يخزن افندم ده غنى حرب. كويس الكلام ده كويس. انا بحكي لك القصه احنا مش قاعدين. اللي هيخزن هتمنعه عنه بعد كده التعامل معاه. خلاص كل سنه طيب. اللي هو فتح الله عامل لي كشف. وعرضته على الشرقيه. ابراهيم لمبابي. كان موزع عليك وتعمل له قضيه ان هو خزن او باع بسعر ازيد. شكرا. استيكه وامسح. مش معاك بعد كده. انسى. كسب خلاص مش داخل معاه المنظومه تاني. انسى. استغل الازمه. بالظبط. فأنا يعني هيستغل الأزمة ما عادش داخل، ما عادش هشوف كليوباترا دي خالص. مش هيروح له سجاير تانية خالص. وده دي اللي عملناه كويس وقلبنا التوزيع بإذن الله. بس دولة رئيس الوزراء يتدخل. اللجنة والموازنة عشان خاطري خد يوم أجازة من الأجازة. ونزل ارجعوا يوم وخلصوا. بس حرام الفلوس دي تروح. انت تعرف حرام الفلوس دي ما تدخلش خزينة الدولة. ما انا بقول تروح تروح. انا بتكلم انا الحلقه الوسط ما بين الاثنين الطرفين وخزنه الدوله. انا معالي الوزير بيقول لي انت راجل من وزاره. حضرتك لما عملت التعديل عشان ضرب الفواتير في كل كيلو تبغ خام 40 جنيه داخل خزينه الدوله. كل كيلو تبغ مليارات الاطنان في 40 داخل خزينه الدوله. وغير كده قطعت لك مصانع بير السلم اللي بتقلد احمد بيه موسى وبتقلد ابراهيم لمبابي اللي انت بتاخد منهم. طب هل عندك مواد خام في المواني ولا ما عندكش؟ لا في بعض بس لسه ما جاتلوش مستندات. ما جاتلوش مستندات. في بعض يعني في كميات. بس ممكن بعض يقول لك اصل مش اولويه، الاولويه الاكل والشرب والزيت والسكر والعدس واللحمه حضرتك والفراخ. حضرتك لو مستغني في بعض. انا بسال اهو. حضرتك لو مستغني يعني في مواطن ما يقول اللي هو عايزه. لا مش يقول هو عايزه. بالعكس لازم اسمعه. هتسمعه بس انا ارد عليه بقى بالحجه. لازم احترمه. يا ده على دماغي. عظيم. احنا قلنا احنا ما بنشجعش التدخين ولكن التدخين مسؤول كل مدخن. صح. ولكن انا بقول له حضرتك انا ما بتكلمش تدخين، انا بتكلم اقتصاد. معالي وزير الماليه هيجيب منين يصرف على المستشفيات الا من هذا القطاع؟ هو قطاع الاتصالات. ما بنقدرش نقول ما تزودش او ما تزودش. احنا اللي بنطلب الزياده. احنا اللي بنطلب من الضرايب والتدخين وانتوا جزء اساسي. بس وبعدين دي سلعه استراتيجيه يا فندم. انت ناسي ايام ما كنا في الجيش زمان، احنا ناس عواجيز. فاكر كانوا بيصرفوا لنا ايه؟ علبه كليوباترا مع التمرين. اعداد المدخنين بتزيد. لا في